بنون مبروك تأهل الدور الربع، اش تقول لنا على الماتش اللي غيكون يعني حاسم وفاصل امام المنتخب الجزائري؟ كنظن بان غادي تكون مقابله فيها واحد شويه ديال الحساسيه، ولكن كتبقى مقابله في كره القدم. مقابله الان ما عندناش شي خيار اخر سوى الفوز لتحقيق التأهل ان شاء الله النصف النهائي. مقابله غادي ان شاء الله غادي نكونوا مستعدين لها على احسن وجه لشريف الكره المغربيه والدفاع عن قميص المنتخب الوطني. بالنسبه للديربيات المغاربيه الجائزه دائما تكون بواحد القوه واحد النديه، واش ما تشوفش ان هذا العام هذا قدر ياثر شويه على مزيد يتقلع يكون من السيد؟ لا هي في الاول وفي الاخير كتبقى مقابله ديال كره القدم بين جوج الفرق. هي بالفعل كما قلت مقابله الديربي كتكون عندها واحد شويه الحساسيه، ولكن كتلعب على واحد الجزئيات اللي هما بسط. الا بغيتي تحقق اللقب لازمك انك تدوز من واحد المراحل اللي كتكون شويه صعيبه. الان دخلنا في المراحل الاقصائيه، ما كاينش شي خيار اخر سوى الفوز، وان شاء الله حنايا غادي ندخلوا مستعدين كيف ما دخلنا المقابلات الاولى بنفس التركيز نفس العزيمه تحقيق التأهل ان شاء الله وارضاء الجمهور المغربي ان شاء الله. رسالتك للجماهير المغربيه هنا في قطر وفي المغرب؟ كنتمنى ان شاء الله انهم يجيو يساندونا كيف ما ساندونا في المقابلات الاولى، لان الدعم ديالهم كيعطي واحد الحافز كبير للاعبين، خصوصا اننا كنعرفوا القيمه ديال الجمهور المغربي. حنا على درايه وحنا عارفينهم بان ما غاديش يخيبونا في هذا النهار الكبير، وحتى حنا ان شاء الله غادي نكونوا عند حسن الظن ديالهم ان شاء الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.